الرابعة التي جاءت في الجهة هي أول معدات من جهة طنجة تطوان الحسيمة في مادة علوم فيزيائية، بهذا بأنها كانت تثابر وتجتهد من أجل تحقيق الهدف ديالها هو الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة لأنا كولي أمرها ولأمها وللعائلة وللثانوية وللمديرية مديرية العرائش وللجهة طنجة تطوان. فيها بهذه المناسبة أشكر الطاقم التعليمي التربوي والتعليمي، المؤسسة والأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة التي درست بها في هذه السنة، كما أن شكري موصول إلى مدير الفرعي بالعرائش والطاقم الإداري العامل تحت إشرافي، وكذلك الشكر موصول أيضا إلى إلى الجهوية المشرفة التي لأن هذا الإنجاز إنجاز دا فرحة في الأعماق ديال الأسرة ديال أعماق ديال القلب ديال البنية قهيبة وفي الأعماق ديال الأسرة ديال الصغيرة والكبيرة، كما أن هذا شرف للمؤسسة التي درست فيها. الشكر موصول إلى أيضا إلى الأساتذة الذين كانوا يقومون بتحفيزها ولا يبخلون عنها بأية صغيرة ولا كبيرة، كما أشكر الأساتذة الذين قاموا بدعمها في إطار الساعات الإضافية، وكذا الشكر أيضا إلى الطاقم الإعلامي الذي غطى هذه الفرحة الكبيرة. السلام. أولا السلام عليكم. أولا فيليسيتاسيون تشجيعاتي لهبة رواحي بنتي، الله يوفقها والله يرضي عليها ومسيرة دراسية موفقة إن شاء الله، الله يوصل على داك الشيء اللي باغا هي لكل اللي باغا تدخل ديالها بفضل الاجتهاد ديالها بفضل الدعم ديالنا المعنوي النفسي المادي أي حاجة، الله يسهل عليها والله يسهل على جميع التلاميذ. كنشكر الاساتذه ديالها اللي كانواش تيبخلوا عليها بالمعلومات باي حاجه، كانوا تيحفزوها كانوا تي